اخبار الناشئين واخبار ولادنا داخل القطاع في الصحف والمواقع، وهنبتديها من الموقع الرسمي للنادي الاهلي، وهنستعرضه مع حضراتكم دلوقتي على جرافيك. الخطيب يهنئ اهلي 2006 بالكاس الفضيه لبطوله دبي. حرص كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي كان بيتفقد المنشآت داخل نادي الاهلي مدينه نصر، وعلى هامش الزياره كان في زياره مهمه جدا، هو زياره براعم من النادي الاهلي 2006 لتوجوا بالكاس الفضيه في الدوره الوديه الدوليه في بطوله دبي. اسم كبير ورمز كبير زي كابتن محمود الخطيب ان يكون متواجد مع براعم من النادي الاهلي، فدي رساله مهمه جدا. وعلى فكره مش دي الزياره الاولى للكابتن محمود الخطيب داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، ممكن تكون دي الزياره الثالثه او الرابعه. في بدايه الموسم كان ليه زياره مهمه مع المدربين ومع كل الاداريين ومع كابتن فتحي مبروك، وبعد كده زار اللعيبه ووجه لهم رسائل مهمه، والنهارده زياره مهمه مع براعم النادي الاهلي. وده يبين لنا مدى اهميه يعني وحرص مجلس الاداره وكابتن محمود الخطيب انه بيدعم كل الفرق داخل النادي الاهلي مش الفريق الاول بس. ما شاء الله عملنا صفقات قويه وماشيين في طريق صحيح، وفي نفس الوقت بندعم برضو قطاع الناشئين في النادي الاهلي، ان شاء الله يكون يعني هيخرج منه لاعبين ان شاء الله يكونوا الفريق الاول. وهنشوف الزياره معانا وابرز النصائح اللي قدمها كابتن محمود الخطيب للاعبين صغيرين، يعني هنشوفها معانا بالصوت والصوره دلوقتي. وتاني ورقم 22 على العالم. لا والنادي الاهلي اللي انتم بتمسكوه دلوقتي عزيمه جوه روح هو ده البطل. نلعب عشان ناخد، وهنا المدرب عاوز يكسب فبيحط اللعيب يكسبه. عشان كده كان عزيمه جوه روح هو ده البطل. دايما بطل. كل الناس القدامى برضه كلهم اعتذروا خلاص، كل اللي توفى رحمه الله على اموالنا جميعا. لكن الاهلي هو الباقي. ليه الاهلي هو الباقي وهو دايما في الطب؟ عشان الاهلي دايما بيتمتع بالشخصيه، الحاجه الوحيده اللي ما اتغيرتش طرق التدريب اتغيرت. والمدربين اتغيرت، مجلس الاداره اتغير، واللعيبه اتغيرت. فاكر الجون ده؟ اقعد العب 3 4 ساعات وعينيا تبوظ والمخ يبوظ علشان انا عايز تبقى لعيب كوره محترف ولا عايز معوض الثالث واحد يا خشب زمرك يعني وبيزمرك. اوكي ماشي يا شباب كويس. كل حاجه خاصه بيها بالقسم من حيث ان انت قوي وكمان لعيب كوره كويس خلاص نفسيا بيقع بره شويه الدنيا تبقى ماشيه أكيد. زيارة مهمة من الكابتن محمود الخطيب نجم كبير، ورسائل مهمة في زيارته لبراعم النادي الأهلي. علشان تكون لعيب كورة إن شاء الله تمثل النادي الأهلي وتكون فريق الأول لازم تعمل شوية حاجات. أول حاجة لازم والدك ووالدتك، تاني حاجة لازم تكون دراسيا متفوق وتهتم بالدراسة. التغذية دي كانت أبرز النصائح اللي قالها كابتن محمود الخطيب للاعبي وبراعم النادي الأهلي. وشخصية البطل لازم كل واحد وهو صغير يتحلى دايما بشخصية البطل، في يوم من الايام هتمثل النادي الاهلي وهتكون موجود في الفريق الاول. وقال لهم ده شيء مقبول ان احنا في البدايه ان احنا يعني ناخد الكاس الفضيه، لكن ان شاء الله يكون لكم سفريه ثانيه ولكم بطوله ثانيه، بس وقتها هننافس على الكاس الذهبيه. دي رساله مهمه من نجم كبير زي الكابتن محمود الخطيب. هنروح